جاتني شكوى من مئات المرضى المتضررين من غلق مستشفى التأمين الصحي في بنها من 15 سنة تقريبا. الأهالي شافوا الويل، والمرضى الفقراء وكبار السن دايرين كعب داير على المستشفيات في المدن والمحافظات التانية. تعالوا نشوف معاناة الناس، إيه لعل وعسى حد من المسؤولين المحترمين يشوف الحالة ويحاول يرد عليها إن شاء الله. عدم اكتمال هذا المبنى يصب لمصلحة من؟ لمصلحة أصحاب المستشفيات الخاصة، أصحاب العيادات الخاصة، الذي وصل سعر الليلة 3000 جنيه حتى هذه اللحظة، والمستفيد الوحيد من عدم تسليم المبنى هم أصحاب المستشفيات. أنا دلوقتي عندي 65 سنة ورحت التأمين، عندي باخد دهون ثلاثية وعلاج للسكر والضغط، اداني العلاج بتاع الدهون بيقول لي ده بتاع شهرين، وأنا خدته بتاع شهر واحد بس، وللأسف جيت عشان أطلع يقول لي انزلي لمدير العيادة، مدير العيادة يقول لي روحي العيادة اللي هي ببنها. قلت له طب أنا مش قادرة أروح لأن أنا سكني قريب من هنا. قال لي لا مالناش دعوة، وراحت الممرضة اللي معاه راحت رازعة الباب وأنا خدته. بطالب إن يعني الناس، الرئيس اللي ماسك التأمين ولا مدير وزير الصحة، إن هو يشوف لما يجي يحول مريض للإشاعة ولا للعملية في مدينة نصر، يبقى عارف هل هو مش عارف، هو بيمدين الورقة إن هو العقد انتهى مع مركز أسامة خليل ولا مع الدكتور أحمد فريد. التأمين الصحي مش فقيرة، بيخصم من كل موظف 1.5%. طب انت بتوديه فين؟ انت ليك دخل غير أي مستشفى تانية ما عندهاش دخل، بيجي لها ميزانيه من الحكومه، انت بيجي لك كل شهر بيجي لك دخل من كل موظف 1.5%. طب انت بتدي 1.5% فين ساعات؟ كان في مأساة كبيره في محافظه الهويه نتيجه مستشفى التامين الصحي اللي انفنها وغلقها فتره طويله جدا من الزمن وعدم انتهاء من عمليه التطوير بتاعتها. ودي كانت اولويه اولى من اول ما جينا واحنا حاطين هذا الموضوع في اعتبارنا. ومستشفى التامين الصحي اللي في شبرا الخيمه برضو فيها عمل تطوير في جزء كبير منها، فمغلق تقريبا نص المستشفى او اكتر شويه. فالموضوعين دول كانوا من الاهميه والاولويه الاولى ان احنا نعمل متابعه مستمره لحد ما ان شاء الله وصلنا وقدرنا ان احنا ننتهي تقريبا من معظم الاعمال الانشائيه دلوقتي، وفي طريقنا لعمليه التجهيزات على اخر فبراير اول مارس المفروض ان شاء الله نفتتح هذه المستشفى لتكون صرح طبي متميز في محافظه الهويه.